السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم كويزين فاسيل زهرة. لأول مرة غادي يزور القناة ديالي كنقول ليه مرحبا بكم، ما تنساش تشترك معنا في القناة وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد ان شاء الله. وكيف ما العادة بطبيعة الحال الى عجبك لا فيديو اليوم تخلي لايك وتعليق. كيف ما كتشوفوا معايا البنات جيت معكم بحلويات العيد، الله يدخل علينا هذا العيد وعليكم بالصحة وبالسلامة وباش ما كتمنوا في حياتكم يا ربي، ويا ربي تهز علينا هذا الوباء ان شاء الله. كيف ما قلت لكم البنات غادي نبداو السلسلة ديال الحلويات العيد ان شاء الله. هنا اليوم غادي نوجد معكم بريوات بالعقدة اللوز اللي كيجيو غزالين لا في المذاق ولا في المنظر كيف ما كتشوفوا معايا هانتوما. في المقادير البنات عندي جوج كيلو ديال اللوز، نتوما تقدروا تاخذوا غير كيلو غير نص كيلو. عندي جوج كيلو ديال اللوز اللي فزقته في الماء طايب وفسخت ليه الجلده ديالو وشللته من الماء وخليته بات ليله كامله، فبات ليله كامله يعني حتى نشف. اول حاجه البنات هنايا عندي مقله اللي درت فيها الزيت وما شعلتش عليها البوطه، يعني الزيت اللي تكون بارده. غادي نقلي فيها هنايا كيف ما قلت لكم عندي جوج كيلو ديال اللوز اللي انايا فسخته فزقته في الماء طايب وفسخته البارح بالليل وخليته ليله كامله حتى نشف مزيان. هنا غادي ندير اللوز هنا في الزيت اللي بارده، ما تكونش البنات سخونه صافي. وغادي نقليه هنا كيف ما قلت لكم، راه كاين اللي كيبغي اللوز نص مقلي والنص خضر، انا كنفضل نقليه كامل صراحه كيجي غزال هكا بنين ملي كيكون مقلي كامل صافي. هنايا غادي ندير اللوز كامل اللي عندي عاد باش غادي نشعل عليه البوطه صافي هنايا، وغادي نقص عليه مزيان وغادي نخليه حتى غادي ياخذ اللون الذهبي ديالو صافي. غادي نرجع معكم وغادي نخليه ملي غادي نحيدو من الزيت غادي نخليه حتى غادي يتسقطر مزيان من الزيت عاد باش غادي ندوز نطحنو قدامكم. وهنايا البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما هاد اللوز عندي بدا كيتقلى كنبقى هكا مره مره كنبقى نحركو باش ما يتحرقش لينا، لان ملي كيتحرق البنات وكنطحنو كيتجي ديك العقده شويه مره وكيجيش مذاق ديالها زوين. هنا كنخليه يتحمر على خاطرو كيف ما قلت لكم البوطه راني ناقصه عليها، غادي نخليه يتحمر على خاطرو. غادي من بعد ما غادي يتحمر غادي نديرو في واحد الشبكه اللي غادي يتسقطر مزيان وغادي نخليه حتى غادي يبرد تماما عاد باش يمكن لي نطحنو. هانتوما كيف ما كتشوفوا البنات من بعد ما خليت اللوز كيجي بهذا اللون هذا، يعني كيف ما قلت لكم من قبل ما نخليوش يتحمر بزاف سينو غتجينا العقده ديالنا مره. هانتوما هنايا خليته حتى تسقطر مزيان يعني مابقاش فيه الزيت بزاف وخليته برد مزيان. دابا غادي ندوز باش غادي نطحنو الطحنه الاولى، غادي نطحنو البنات بلا سكر، والطحنه الثانيه غادي نطحنو ب 300 غرام ديال السكر. هنا كيف ما قلت لكم راه عندي 2 كيلو ديال اللوز صافي. هنايا غادي نبقى نطحن شويه بشويه، دابا غادي نديرها كامله نديرها 2 كيلو كامل ديال اللوز اللي عندي هنايا. الطحنه الاولى ديال اللوز غادي نزيد 300 غرام كيف ما قلت لكم ديال سنيده. كيف ما كتشوفوا هانتوما راه ما مطحونش مزيان يعني كيبقى هكا مهرمش. دابا غادي نزيد عليه 300 غرام ديال السكر سنيده وغادي نعاود نطحنو مزيان. بهذا الشكل هذا غادي نحاول ندخل شويه هاد السنيده في اللوز. هنايا البنات من بعد ما طحنت اللوز دابا غادي ندوز باش غادي نديرو في واحد البول عندي هنايا. ها
هانتوما كيف ما كتشوفوا البنات راه زعما طحنتو مزيان. هانتوما هنايا اللوز ملي كيكون مقلي راه ما كيجيش مطحون بحال اللوز اللي كيكون خضر، يعني هنا واخا راه مطحون مسحوق زعما مزيان بحال اللوز خضر عادي، ولكن هذا كتبقى فيه واحد اش غنقول لكم ملي كناكلو كيكون كروستيان داخل، يعني كيكون هكايا ما كتعدو ديك العضه ديال البريوه ما كتجي صراحه غزاله معلكه من داخل وزوينه. دابا غادي نخوي هنايا في عندي هنايا في البول. هنايا البنات خديت عندي هنايا شويه ديال المسكه الحره، وهنايا عندي معلقه ديال السكر سنيده معلقه كبيره اللي غادي ندوز باش غادي هكايا نطحنها. غادي ندير هاد المسكه الحره كامله يعني واحد شويه مع معلقه كبيره ديال السكر سنيده صافي، وغادي هكايا نطحنهم مزيان عاد باش غادي نزيدهم على العقده ديال اللوز اللي عندي. هنا البنات من بعد ما طحنت اللوز مع 300 غرام ديال السكر سنيده، وهنايا طحنت مسكه الحره او موستيكا هنايا مع معلقه كبيره ديال السكر سنيده. في المقادير ديال اللي غادي نحتاج في عقده اللوز البنات، هنايا عندي جوج معالق كبار ديال الزبده اللي بحراره المطبخ، وعندي معلقه ديال الكونفيتور ديال المشمش اللي ما عندوش معلقه ديال الكونفيتور ما يديرهاش، وعندي الماء زهر اللي غادي نجمع به العقده ديالي. انا هنا غادي نستعن بواحد واحد البلا اللي يكون هكايا واسع وعريض اللي غادي نقدر نرتاح نجمع فيه هاد العجينه ديال اللوز عقده اللوز. اول حاجه غادي ندير غادي هي اللوز، غادي نديرو هنا في البلا عندي وغادي نزيد عليه غادي نزيد الزبده جوج معالق كبار ديال الزبده، وغادي نزيد هنايا المسكه الحره او مستيكه، غادي نزيد معلقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشمش، غادي نحاول هاد الزبده هادي مزيان والكونفيتور ندخلهم بعدا في اللوز عاد باش غادي نبدا نجمع بالماء زهر. الماء زهر البنات عينكم ميزانكم، يعني غير كتجمع لينا العقده ديالنا صافي كنحبسوا من الماء زهر صافي، كنبقى هكايا مستمره هكايا حتى كندخل هاد الزبده والكونفيتور مزيان مع في اللوز عاد باش كيف ما قلت لكم كنزيد باش كنبقى نزيد الماء زهر شويه بشويه. هنايا من بعد ما درت البنات الماء زهر اللي غيكفيني في العقده عندي، هنايا كنبقى ندلكها يا البنات مزيان باش كتجينا معلكه من الداخل ديك البريوات ديالنا. كنبقى هكا مستمره بالدليك واحد خمسة دقائق بحال هكاك صافي، ومن بعد كندوز باش غادي نشكلها. نتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما علكتها ها نتوما كيف ما غادي تشوفوا معايا العقده كتجمع، ها نتوما يعني كتجمع بكل سهوله. هنايا شنو غادي ندير، غادي ندوز نشكلها هكايا على شكل كويرات كيف ما قلت لكم البنات. هذا البريوات ديال اللوز صراحه ما كيبغيوش يكونوا كبار هكايا، كيجيو المنظر ديالهم ما زوينش، من الاحسن ديروهم صغار بحال الكويرات ديال اللوز ديال العقده البنات، تقدروا ديروا فيها 8 غرام حتى 9 غرام ما تفوتوهاش. الا فتو غادي تجيكم بريوه ديالكم هكا كبارين ما غاديش يجيو هكا زوينين وعاطين هكا العين. انا هنا دابا غادي ندوز نشكلهم هكا كويرات وغادي نحطهم في واحد البلاطو عاد باش غادي ندوز نعمر الورقه ديال الفيلو ديالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما شكلت العقده ديال اللوز عندي بهذا الشكل هذا، هنايا عندي ورقه الفيلو هذا النوع هذا اللي عندي، خديت جوج باكيات هانتوما هذا النوع هذا اللي كيتباعوا في لي غون سوفاس ولا في اي ولا في مرجان ولا في
يعني كيتباعوا دابا ولات موجوده هاد الورقه ديال الفيلو. هانتوما كيف ما كيبان لكم يعني الحبه عندي هنايا صغيره ديال العقده ديال اللوز. صافي دابا غادي ندوز غادي نخلي هذه على جنب وغادي نقطع الورقه ديال الفيلو باش نبدا نشكلها معكم. هنايا البنات بالنسبه لورقه ديال الفيلو هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا راني حليتها، انا ما حليتش الباكيات بجوج، غادي نحل وحده بوحده سينون كتنشف. هذه الثانيه غادي نخليها مسدوده، يعني غادي نقطع هذه نخدم بها العقده ديالي نكملها عاد باش غادي نحل الثانيه. هنا كيفاش غادي نقطعها البنات؟ انا هنايا غادي نعبر هكا يعني بهكا بثلاثه ديال الصباع بهذا الشكل هذا، وغادي نعلم بهذا الشكل. غادي نعاود نجي هنا ندير ثلاثه ديال الصباع ونعلم بهذه الطريقه هذه بهذه الطريقه. صافي دابا غادي هكا غادي نقطعها. انا هنايا عندي واحد البلاستيك غذائي، من بعد ما غادي نقطعها غادي نديرها هنا في بلاستيك، سينو كتنشف لينا البنات وكتجينا ملي كتنشف كتجي صعيبه هكا في الخدمه، يعني كتبقى تقطع. صافي هنايا كنبقى نقطع، اما كتقطعوا البنات بالمقص اما كنقطعوا اما كنقطعوا بالقطعه ديال البيتزا. الا عندكم قطعه ديال البيتزا كيكون احسن الا كانت ماضيه، يعني كتجي هكا هي مقاده بهذا الشكل هذا غير بشويه، لان كيف ما قلت لكم راه كتقطع. هانتوما كيفاش كتقطع، كنقطعها. صافي هنا غادي نطويها هكايا على جوج وغادي نديرها في بلاستيك غذائي وغادي نسد عليها باش ما تنشفش. كتشوفوا معايا هنايا البنات من بعد ما قطعت العجينه ديال الفيلو لاباط ديال الفيلو، هنا كناخذ جوج ديال الورقات هكا كندوبلهم وما كندهنهاش البنات، راني ما كندهنش هاد الورقه ديال الفيلو نهائيا، حيت الا دهناها بالزيت اولا الزبده كتقطع لينا في الخدمه ديالها. هنايا غادي ناخذ واحد الحبه ديال العقده غادي نديرها بهاد هنايا بهاد الشكل هذا، وغادي نطوي ونضغط واحد شويه هكا بصبعي ونولي نرجع هكايا، وانا كنزير واحد شويه في نفس الوقت، ما تزيروش بزاف لان هاد الورقه هذه البنات فخاجيل. صافي بهذا الشكل هذا وكنضغط بحال هكا وكنضغط كنضغط هكا شويه، وفي نفس الوقت انا راني كنزير بحال هكا بحال هكا. هنايا غادي نقطعها بحال هكا صافي، وغادي نلصقها من بعد ما غادي نسالي هاد الورقه هذه اللي عندي هنا قدامي، غادي نلصقها بالبيض ديال البيض. صافي كنبقى هكايا مستمره بهذا الشكل هذا، غادي نعاود معكم وحده اخرى يعني بهذه الطريقه كما قلت لكم. الورقه البنات الا دهناها راه كتصعب علينا في الخدمه، هاد الورقه ديال الفيلو خصها صراحه الخاطر، هي راه شويه صعيبه في الخدمه ولكن كتجي غزاله غزاله البنات في البريوات. صافي كنبقى هكايا نشكل وكنضغط وفي نفس الوقت كنزير، هانتوما نضغط ونزير بهذا الشكل هذا، وغادي هكايا نقطع. صافي كيف ما قلت لكم غادي نسالي هاد الورقه اللي قدامي كامله عاد باش غادي ندوز باش نبقى نلصق بالبيض. وهنايا ملي كنسالي كنجبد واحد هكا واحد شويه عاود ديال العجينه هكايا اللي قطعت، وكنبقى هكايا نستفها بنفس الطريقه، يعني كل شريط كندير فيه جوج ديال الوريقات. هانتوما كيف ما كتشوفوا
صافي هنايا غادي راه غادي نرجعها للميكا البلاستيك غذائي وغادي نسد عليها لان كتنشف لينا. غادي نكمل البنات بنفس الطريقه وغادي نرجع معكم بعد ما نكمل هاد العقده اللوز عندي كامله. كيف ما كتشوفوا هنا انا راني مازال ما كملتش العقده اللوز عندي كامله والورقه كامله. هنايا باش ما يجيكمش الفيديو طويل غادي نلصقها هكايا معكم بيض ديال البيض. هنايا خديت بيض ديال البيض كيف ما كتشوفوا قطعت واحد شويه وغادي ناخذ هكايا بواحد البانسو صافي وكنبقى هكايا نلصق بهذه الطريقه هذه وكنحط هكا على جنب. غادي ناخذ وحده اخرى غادي نقطعها عاود هكا ما غاديش نقطعو هكا على شكل طولي لا هكا صافي. غادي ندير هكا بيض ديال البيض هي من الاحسن نلصقو بالبيض ديال البيض البنات ما تلصقوش بالطحين لان كيمرمد لينا الدنيا الصراحه بداك الزيت الطحين كيحرق الزيت بهذا الشكل هذا وندوز هكا بالبانسو بيض ديال البيض ونلصق بهذه الطريقه صافي ونحط هكا على جنب صافي. من بعد ما غادي نكمل العقده كامله ديال اللوز اللي عندي البنات عاد باش غادي ندوز نقليها معكم. وهنايا غادي نكمل العجينه كامله اللي عندي ديال اللوز والورقه ديال الفيلو وغادي نرجع معكم بعد ما نبغي نقليها. وهادو هما البريوات البنات من بعد ما وجدوا كيجيو بهذا الشكل هذا ها نتوما هنا من بعد ما كملتهم. دابا غادي نغطيهم بواحد الزيف واحد ربع ساعه عاد باش تنشف معهم داك البيض اللي لصقنا به داك البيض ديال البيض اللي لصقنا به هاد البريوات ينشف مزيان عاد باش غادي ندوز نقليهم. هنايا من بعد ما نشفوا عندي البريوات من بعد ما خليتهم واحد ربع ساعه يعني حتى نشف داك البيض ديال البيض عندي هنايا مقله ديال اللي درت فيها الزيت وشعلت عليها وخليتها كتسخن يعني ناقص عليها البوطه وغادي نبدا نقلي البريوات عندي هنايا. هنا البنات راني خديت العسل اللي دفيته واحد شويه وحاطه حدايا واحد الشبكه اللي غادي ندير من بعد ما غادي تقلى عندي هاد البريوات غنديرهم في العسل وغادي نصفيهم في الشبكه. هنايا كنبقى ندير البريوات ديالي هكا بهذه الطريقه هذه وكنبقى نخليهم واحد شويه واحد تقريبا واحد جوج دقائق صافي. من بعد كنبقى هكايا نقلبهم يعني ما كنخليهمش يتحمروا بزاف غير واحد شويه يعني باش من بعد غادي نزيرهم في العسل غيزيد وياخذوا اللون كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. وهنايا من بعد ما قلبتهم البنات صافي كيشو كيف ما كيبان لكم ها نتوما اللون اللي ولا عندي هنا في البريوات صافي. دابا غادي نسقطرهم مزيان من الزيت وغادي نديرهم في العسل وغادي نخليهم يشربوا واحد شويه العسل تقريبا واحد دقيقه ولا جوج دقائق وغادي نحيدهم وغادي نديرهم في الشبكه باش نصفيهم هكا من العسل وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نكمل البريوات اللي عندي. ولكن البنات انا هنا ما غاديش ندير البريوات كاملين غادي نقلي غير النص والنص غادي نديرو في الكونجيناتور من بعد ملي غادي نخرجو من نبغي عاود نقليه غادي نخرجو من الكونجيناتور غنديرو نيشان في المقله. وهادو هما البريوات ديالنا من بعد ما وجدوا البنات كيف ما كتشوفوا معايا كيجيو بهذا الشكل هذا كيجيو غزالين ورائعين بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. انا هنايا من بعد ما قليتهم ودرتهم في العسل وخليتهم حتى صفيتهم من العسل كيجيو بهذا المنظر وبهذا الشكل يعني لا في المذاق ولا في المنظر ما عندي ما نقول فيهم كيجيو غزالين غزالين بزاف ومحمرين. هنايا زوقتهم البنات بالزنجلان هذا الزنجلان البني اللي حمرته شويه هكا في المقله وزوقت به من الفوق وهذا الزنجلان الابيض اللي ما حمرته ما والو كيتباع هكايا جاهز.
كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال البريوات البنات. انا هنا راه ماني ما طيبتهمش البنات كاملين، بقى عندي النص، طيبت النص والنص درته في الكونجيناتور. يعني النهار اللي غادي نسالي هاد القياس هذا اللي طيبت ان شاء الله غادي نجبدهم من الكونجيناتور، غنديرهم نيشان في المقله سخونه. وهنايا كيف ما كتشوفوا معايا البنات هذا هو الشكل النهائي. كيف ما قلت لكم هنايا وصلنا لنهايه الفيديو، كنقول لكم شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. ولا عجبكم لا فيديو اليوم تخليوا لي لايك وتعليق، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وهنايا كنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.